الجنة خلنا الله وإياكم إياها، هي دار الخلد التي وعدها الله جل وعلا عباده، يقبلون عليها بعد الفراغ من الحساب، وأنفسهم تكاد تتقطع شوقا أن يدخلوها. لما؟ لأنهم مضت عليهم دهور كانوا فيها في الدنيا يعدون بدخول الجنة، فأحدهم يصوم حتى إذا أجهده العطش وأنهكه الجوع وسوس له الشيطان أن يطعم، تذكر أن هذا ينسى إذا دخل الجنة. وأحدهم يقوم يترك فراشا وثيرا وزوجة وضيئة، ثم تخطو به قدماه إلى المسجد، وكلما وسوس له الشيطان قال ينتهي هذا إذا دخلنا الجنة. يمرض أحدهم فيشتد الألم ويعظم الكرب فيقول سيذهب هذا العناء وينتهي هذا السقم إذا دخلنا الجنة. فإذا رأوها عظم فرحهم فيقبلون عليها، لكنهم يجدونها قد أغلقت أبوابها، فيعمدون إلى كبير القوم أبوهم آدم، يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم، فيأتون نبينا صلى الله عليه وسلم فيقرأ باب الجنة، فيقول له الخازن من أنت، فيقول أنا محمد، فيقول الخازن أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فيفتح، فيدخلونها. قبل أن يدخلوها يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا، فإذا دخلوها ووطأوا أرضها قالوا الحمد لله الذي أورثنا الأرض، نتبوأ من الجنة حيث نشاء. فإذا استقروا فيها ألهموا التسبيح وحمد الله كما يلهمون النفس في الدنيا، قال ربنا عنهم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. لو لم تكن الجنة ذات شأن لما وعدها الله جل وعلا عباده، فالعظيم لا يعد إلا بعظيم، فلا يوجد مطلوب أعظم من الجنة، على أنه ينبغي أن يعلم أن الدنيا لا تطيب إلا بذكر الله، والآخرة لا تطيب إلا بعفو الله، والجنة لا تطيب إلا برؤية وجه الله. يا أهلها لكم لدى الرحمن وعد وهو منجزه لكم بضمان، قالوا أما بيضت أوجهنا كذا أعمالنا فصلت في الميزان، وكذاك قد أدخلتنا الجنات حين أجرتنا حقا من النيران. فيقول عندي موعد قد آن أن أعطيكموه برحمتي وحناني، فيرونه من بعد كشف حجابه جهرا روانا مسلم ببياني، وإذا رآه المؤمنون نسوا الذي هم فيه مما نالت العينان. والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن.